يا أصدقاء، إذا كنتم لا تحبون الانتظار وتريدون رؤية المستقبل الآن، فاستعدوا معنا لنغوص في عام إحنا في 2025. تخيلوا أن تستيقظوا في عالم يرحب بكم منزلكم كصديق قديم. البيوت الذكية أصبحت الآن أذكى وتتنبأ بكل احتياجاتكم. جاهزون للعمل؟ ارتدوا نظارات الواقع المعزز وسيظهر مكان عملكم أمام أعينكم. وداعا لرحلات العمل المملة. والآن السيارات ذاتية القيادة التي تقلكم بأمان بينما تستمتعون بقهوتكم وتقرؤون الأخبار. ألا تصدقون ذلك؟ إنها موجودة بالفعل على الطرقات. هل أنتم جائعون؟ الطعام المطبوع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد يمكنه أن يحضر وجبتكم المفضلة في دقائق ومعدة خصيصا لكم. وهذه هي المفاجأة الكبرى، تقنيات الصحية الشخصية تراقب صحتكم بشكل فوري، كأن لديكم طبيب في جيبكم. ابقوا معنا حتى النهاية، لأن هذا الابتكار الأخير، الأجهزة التي تتحكم بها عن طريق العقل، سيغير كل ما تعرفونه عن التفاعل. تخيلوا أن تتحكموا في الأجهزة بمجرد التفكير. إحنا في 2025 هنا، وهو مثير للغاية. مرحبا يا أصدقاء، اليوم سنتحدث عن كيف ستغير الذكاء الاصطناعي حياتنا اليومية. إحنا في 2025. الذكاء الاصطناعي لم يعد مقتصرا على المساعدات الصوتية مثل سيري ومساعد جوجل. في عام 2025 ستكون الأنظمة الذكية قادرة على اتخاذ قرارات معقدة وتحليل البيانات بطرق لم نعهدها من قبل. بريك، تخيلوا نظاماً يمكنه إدارة جدول أعمالك بالكامل، أو تقديم توصيات شخصية لكل شيء من الأفلام إلى وصفات الطعام. أولاً، الذكاء الاصطناعي سيقوم بالقضاء على المهام الروتينية، مما يتيح لنا التفرغ للأمور الإبداعية. تخيلوا أنك لم تعد بحاجة لقضاء ساعات في إدخال البيانات أو فرز البريد الإلكتروني. بدلاً من ذلك، يمكنك التركيز على المشاريع التي تحبها حقاً. ثانياً، المساعدات الذكية ستصبح أكثر تقدماً، مثل الشات جي بي تي 6.0 الذي يمكنه التفاعل معك وكأنه صديق حقيقي. يمكنك الدردشة معه والحصول على نصائح وحتى التحدث عن مشاعرك وأفكارك. ثالثاً، التعليم سيكون له نصيب كبير من هذا التطور. الطلاب سيتمكنون من التعلم من معلمين افتراضيين متقدمين. سيكون لديهم القدرة على شرح المواد بطريقة تفهمها، والسماح بتفاعل شخصي وتحليل تقدمك بشكل دقيق. كل هذه التطورات تظهر أن الذكاء الاصطناعي ليس مجرد تقنية جديدة، بل هو شيء سيغير طريقتنا في العيش والعمل والتعلم. استعدوا لعمل في 2025، لأنه سيكون مليئاً بالإمكانيات الجديدة والمثيرة. Break time with the Pontega Hums. شكراً على المشاهدة، ولا تنسوا الاشتراك في القناة ومشاركة آرائكم في التعليقات. سأتحدث عن الميتافيرس، العالم الافتراضي الذي سيغير كل شيء. إذن، ما هو الميتافيرس؟ تخيلوا عالماً رقمياً يمكنكم فيه العمل والتعلم واللعب والتسوق، كل ذلك من منازلكم. تخيلوا هذا، أنتم تحضرون اجتماعاً في مكتب افتراضي بينما تسترخون على أريكتكم. إنه مثل الانتقال الآني بدون انتقال فعلي. مع الميتافيرس ستشعرون وكأنكم في الصفوف الأمامية للحفلات، كل ذلك من غرف نومكم، المدارس والجامعات. يمكن أن تصبح بيئات افتراضية بالكامل، مما يجعل التعليم أكثر سهولة من أي وقت مضى.
أتخيل الدراسة مع الزملاء من جميع أنحاء العالم، جميعاً في فصل دراسي افتراضي مشترك. لكن الأمر لا يقتصر على العمل والتعلم فقط. ألعاب الفيديو تتطور أيضاً. الميتافيرس يأخذ ألعاب الفيديو إلى مستوى جديد تماماً. التسوق يمكنكم تجربة الملابس افتراضياً قبل شرائها. الاحتمالات لا حصر لها. من المتوقع أن يحدث الميتافيرس ثورة في حياتنا اليومية. في ومن هالصفات إنه يقربنا من بعضنا البعض حتى عندما نكون على بورد أميال. إنه المستقبل وهو يحدث الآن. كانت هذه لمحة سريعة عن الميتافيرس. أوقات مثيرة تنتظرنا، أليس كذلك؟ لا تنسوا الإعجاب والاشتراك ومشاركة أفكاركم في التعليقات أدناه. أهلا بكم في مستقبل التنقل. لماذا نقضي أوقاتنا في زحمة السير بينما يمكننا التحليق فوقها؟ السيارات الطائرة والتنقل الذكي لم تعد مجرد الحلم. شركات مثل إكسبينغ تقود الطريق، محاولة هذه الرؤية إلى حقيقة، لنكتشف كيف ستغير هذه التقنية المتطورة حياتنا. إكسبينغ إي فيتول إكستيون هي أعجوبة ابتكارية. تخيلوا معي، مركبة جوية شخصية أنيقة يمكنها تجنب الازدحام وتقليل أوقات التنقل بشكل كبير، وداعا لإحباط زحمة السير. ولكن هذا ليس كل شيء. إكسبينغ تحدث ثورة أيضا في النقل البري بسيارات تعمل بالذكاء الاصطناعي مثل B7 Plus. هذه السيارات مجهزة بأنظمة مساعدة سائق متقدمة تجعل القيادة أكثر أمانا وسهولة. تخيل أن سيارتك تتوقع احتياجاتك، مما يضمن رحلة سلسة وآمنة في كل مرة. مع تطور تكنولوجيا التنقل الذكي، ستنخفض تكاليف النقل، مما يجعل هذه الابتكارات في متناول الجميع. إكسبينغ لا تحلم فقط بأشياء كبيرة، بل إنها تحققها. مع خطط التوسع العالمية والشراكات الاستراتيجية مع عمالقة مثل فولكس فاجن وبي بي بلس، من المتوقع أن تعيد إكسبينغ تعريف النقل في جميع أنحاء العالم. ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد. مع تسليم أكثر من 60 سيارة كهربائية ذكية بالفعل، تمهد إكسبينغ الطريق لمستقبل أكثر ذكاءً وأماناً وكفاءة. مستقبل التنقل هنا وهو يحلق عالياً. أربطوا الأحزمة لأن السماء لم تعد هي الحد. يا جدعان، لو زهقتوا من زيارات الدكاترة الكثيرة والتحاليل اللي بتتعب، لازم تسمعوا عن الأجهزة اللي بتتزرع جوه الجسم. تخيلوا جهاز صغير جداً جوه جسمك، بيراقب صحتك على طول وبينبهك لو في أي مشكلة، كأنها أفلام خيال علمي، صح؟ إحنا في 2025 وده بقى حقيقة. أجهزة زي منظم ضربات القلب ومنبهات الأعصاب موجودة من زمان، لكن التطورات الجديدة دي حاجة تانية خالص. بريك، تخيلوا أجهزة نانوية بتحلل صحتك في نفس اللحظة، ممكن تنبهك بمشاكل محتملة قبل ما حتى تحس بأي تعب. ومش بس كده، في شرايح ذكية ممكن قريب تخليك تفتح موبايلك أو تدفع حسابك في السوبر ماركت بمجرد حركة إيدك. مفيش تفتيش على المحفظة أو الموبايل، حركة إيدك وبس. ولمرضى السكر، أجهزة مراقبة مستوى السكر المستمرة حاجة بتنقذ حياتهم. الأجهزة الصغيرة دي بتقيس مستوى السكر في الدم بـ 24 ساعة في اليوم، وبتنهي الحاجة لوخز الإبر المؤلم، وبتسهل التعامل مع مرض السكر جدا. بفضل تمويل منظمات زي USAID، التكنولوجيا دي بتتطور بسرعة. وبنشوف كمان تطورات كبيرة في علاج الجلطات الدماغية بأجهزة زي قسطرة تراب اللي بتشيل الجلطات بكفاءة عالية جدا. بريك تايم تفخ 50. إيه بقى سبب التطور السريع ده؟
تكبر سن السكان وزيادة الأمراض المزمنة معناه إن في طلب كبير على الأجهزة دي. شركات زي ميديترونيك وبوستون ساينتيفيك هم اللي بيقودوا التطورات دي وبيوصلوا التكنولوجيا دي للمستشفيات في كل مكان. باختصار، الأجهزة اللي بتتزرع جوه الجسم مش مجرد أجهزة من المستقبل، دي بتغير الرعاية الصحية وبتحسن حياة الناس. المستقبل هنا فعلا، وجو هنا. هل تعتقد أن الطباعة ثلاثية الأبعاد هي فقط للألعاب؟ فكر مرة أخرى، إنها تغير كل شيء من المنازل إلى الأعضاء البشرية. لم تعد الطباعة ثلاثية الأبعاد تقتصر على النماذج البلاستيكية، إنها تغير قواعد اللعبة وتحول الصناعات والحيوات. تخيل هذا، منزل يطبع في ساعة فقط، أحياء كاملة تبنى في أيام، تحل أزمات السكن وتقلل من النفايات. لكن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، تحدث معجزات طبية أيضا. يقوم العلماء بطباعة أعضاء بشرية مثل القلوب والكلي، مما يجعل قوائم انتظار عمليات الزرع شيئا من الماضي. تخيل التأثير على ملايين الأرواح. وماذا عن الطعام؟ من الأطباق الفاخرة إلى الوجبات اليومية، يمكن للطباعة ثلاثية الأبعاد تخصيص الطعام وإنتاجه بشكل لم يسبق له مثيل. هل ترغب في بيتزا؟ فقط اطبعها. هذه التكنولوجيا ليست مستقبلية فحسب، إنها هنا الآن تغير طريقة معيشتنا وأكلنا وشفائنا. الاحتمالات لا حصر لها، والمستقبل مشرق. لذا استعدوا لثورة الطباعة ثلاثية الأبعاد، انضموا إلينا في تبني هذه التكنولوجيا المذهلة، وشاهدوا عالما يتحول فيه الخيال إلى حقيقة بمجرد نقرة زر. المستقبل هنا، وهو مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد. ما هو الشيء الذي لا يعرفه الناس عن المستقبل؟ إنه موجود بالفعل. من الذكاء الاصطناعي في حياتنا اليومية إلى عوالم الميتافيرس الافتراضية، التكنولوجيا في عام 2025 مذهلة. السيارات الطائرة والتنقل الذكي أصبحا حقيقة واقعة. الأجهزة القابلة للزرع تحدث ثورة في مجال الرعاية الصحية. والطباعة ثلاثية الأبعاد تنشئ كل شيء من المنازل إلى الأعضاء البشرية. هذه الابتكارات تغير حياتنا اليوم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو وكتابة تعليق والاشتراك في القناة للمزيد من التحديثات المستقبلية. شكرا لمشاهدتكم. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر إعجاب، وأرجو التفضل بأي طلب في مكان التعليقات، وأعطنا رأيك حتى نتحسن للأفضل، وفعل الجرس ليصلك إشعار بكل فيديو جديد. يشرفني انضمامكم لأسرة تعلم الحلول بتقنية، وذلك بالضغط على زر الاشتراك، فمعظم المشاهدين في قناتي هم غير مشتركين.